سباب عذابنا سباب عذابنا سباب عذابنا المخزن والصوص بلاونا. أنا بنيابة من الشعب الجزائري أستسمحكم خوتنا المغاربة ككل الشعب المغربي على الحتالة والأندال اللي كان يسبوا فيكم في حظيرة الكلاب. سباب عذابنا المخزن هو سبابنا. هنا باش كتعرف بان الكراغله الجزائريين اللي خرجوا في فرنسا ودايرين مظاهره وكيهضروا على المروكي عطيوه البنان وكيوصفوا المراركه بالحيوان. المهم خوتي الاعزاء هنا باش كتعرف العقده ديال هاد الجزائريين من المغرب. المغرب اللي مردهم ومرد جدباباهم الحلوب دايرين مظاهره في فرنسا وكيهضروا على المغرب وكيهضروا على المروك. المروكي فرنسا المروكي 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 ما غاديش توصل له يا الخانز. المروكي ما غاديش توصل له. المهم خوتي الاعزاء غادي نمشيو نشوفوا واحد الجزائري اش كيقول على هاد الجزائريين اللي خرجوا وكيتظاهروا وكيقولوا شعارات اللي هما شعارات فارغه. واش كتعينوا المغاربه باش غادي يردوا عليكم شي طريقه بحالكم؟ لا، المغاربه مأصلين والمغاربه مربيين. غادي يردوا عليكم بهذه الطريقه ولكن كاينين طرق بزاف اللي غادي نقدروا نردوا عليكم يا الكراهله. المهم خوتي الاعزاء اجي نشوفوا هاد الجزائري اش كيقول. واش نقول لكم؟ للاسف الشديد رانا مع واحد الحتاله واحد المزبله تاع النظام اللي تواجد في حظيرة الكلاب. يعني للأسف يا أخي البروبلم بينكم وبين الشعب. أنتو يا حوتالة العصر اللي خرجتوا يا أخي ضد الحراك ضد الجزائريين اللي راهم يقولوا دولة مدنية ماشي عسكرية. وش جبد المغاربة؟ ولهذا حطيت أنتوما مسخرة التاريخ بهدلتوا بينا. ولهذا عيب وعار عليكم انكم تسيئون للجاره وللشعب المغربي بهذه الطريقه. انا لست هنا لادافع على يعني على النظام المغربي ولكن ادافع على الشعب المغربي. ومديوها لا منا لا منا وقولوا واش حبيتوا. ولكن يا وجوه الشر يلي ما تحشموش يا اهل الضعاره يا 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 ناس اللي تاكلوا السحت وتاكلوا القحط لي ما تحشموش لي بهدلتوا بالجزائر والجزائريين عيد النصر تجبدوا في المغاربة. هذا عيب كبير جدا. وأنا نطلب من المغاربة على بالي بلي عندهم ذكاء إلى درجة لابقة وعندهم دبلوماسية أنهم يردوش بالمثل ديالكم هذا. ولكن أنا نطلب منهم أنهم حقيقة يقدروا يردوا عليكم ولكن بالصور تاعكم أنتم يا الخباتة ويخرجوهم ويجردوكم من قناعكم يا خباتة باش ما يجبدوش الجزائر. لان على بالنا واش حبيتوا ديروا؟ حبيتوا تخرجوا الدوامه بيننا وبين المغاربه يا الخباته يا اللي ما تحشموش اللي ما عندكمش اصل ولا فصل. ولهذا انا بنيابه من الشعب الجزائري استسمحكم خوتنا المغاربه ككل الشعب المغربي على الحتاله والاندال اللي كانوا يسبوا فيكم في حظيره الكلاب. هم كلاب وجعلوهم في حظيره الكلاب. ولهذا تحية الشعب الجزائري وتحية الشعب المغربي وبحدود المغرب وبحدود الجزائر من القرقرات إلى القويرة. تحيتي لكم وأحبكم في الله خوتي المغاربة. وهذه هي واش تحبوا؟ هذه هي زبالة النظام. رانا نصارعوا من اجلها. الشعب الجزائري راهو يعاني. هادو من الناس القذارة اللي راهم موجودين هنا في فارس ولا موجودين في الداخل من اجلها يعاني الشعب الجزائري وتعاني الجزائر. ولهذا اننا نقاوم من اجل دولة. خوتي الاعزاء كيف ما سمعتوا هذا الجزائري هذا وحتى هو ما رضاش وما بغاش وكيقول زعما علاش هاد الجزائريين خرجوا وبقاو كيسبوا في المغرب وبداو كيسبوا في المغاربه كيف ما بداو كيقولوا عطيو المراركه البنان بحيث زعما هاد الشعب الجزائري شابع بنان. الحمد لله المغاربه شابعين بنان والحمد لله المخزن اللي كتقولوا نتوما معقد باباكم الحلوف لانكم وليتوا كاملين عندكم العقده من المغرب والمروك كيف ما كتقولوا نتوما. صراحه المخزن مردكم ومازال غادي يزيد يمردكم لانكم نتوما هما اكبر حيوان اللي شفت انا لحد الساعه. المهم خوتي الاعزاء ما غاديش نطول عليكم غادي نمشيو نشوفوا الصحفي وليد كبير اللي حتى هو كيهضر على هذا الجزائري اللي خرجوا داروا هذه المظاهره في فرنسا.
المهم ما غاديش نطول عليكم اصدقائي الاعزاء، غادي نخليكم تفرجوا الحلقه وما دابكم تفعلوا معها بشكل كبير. الناس اللي مازال ما شاركتش معنا مرحبا بكم خوتي الاعزاء، شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناه المتواضعه. عارفين الشعب غاضب، عارفين الشعب مضرار، بان حجمكم اليوم ودرتوا هذا الاخر باش تسبوا المغرب وباش تشتكوا لماكرون باباكم، تقولوا الاخر عمي تبون وماكرون هو باباكم، رحتوا تشكوا له منين؟ من محمد السادس. تأثير نتاع نظام العسكر بيان سور، مخابرات نظام العسكر وسفارة نظام العسكر، المخابرات التي تغلط الناس وتقول لهم هذا هو العدو نتاعكم هو المغرب. محمد السادس ونسيتوا أوساريس وبيجار ودوغول ونسيتوا الجرائم اللي دارتهم فرنسا، نسيتوا ما تقدوش طالبوا فرنسا وقعدتوا تقولوا له احنا ما ناش مراركة. مي بيان سور، مي بيان سور، انتم ما كومش مغاربة، انتم ما كومش مغاربة بيان سور، و heureusement les marocains ما دايرينش كيفكم. مي سي ولا تكون لا كاتاستروف، خرنا كاتاستروف في المنطقة هذه، وقفة نتاع مجانين. والواعرة والواعرة الواعرة الواعرة رفضوا واحد الصورة ما كنتش فيها أنا بكل صراحة، كي شفتها قلت راهم برؤوني من تهمة عميل المخزن. وبعد رسلوا لي قالوا لي لا صبر تفكروك، وحطوني أكوتي سا ماجيستي. أونفان بريميرمون سي تان أونور بور موا، هذا شرف. وحاجة واحدة أخرى، والد كبير مريح في البيرو نتاعه في وجدة، وعبيد نظام العسكري يديروا له بيبليسيتي في باري غراتوي باطل. شت الغباء نتاعكم، اللي ما كانش يعرفني راه يعرفني، رفعتوا صوره وليد كبير في ساحه لو كولونيل فابيان لو 19 مارس 2023 19 مارس 2023، وليد مريح في المكتب نتاعه في وجده، وانتم ديروا له في الاشهار، انتم ديروا له في الاشهار المجاني. هذه واعره عميل المخزن يا سيدي. والله العظيم اللي انتم العالم راه مستعجب فيكم، العالم راه مستعجب فيكم. وبينتوا البارح بانكم بيادق في يد الخصم الحقيقي لشمال افريقيا، الخصم الحقيقي لشمال افريقيا. ما تتجرؤوش على انكم الطالبوا الاستعمار بالاعتداء، ما تقدروش، ما قدرتوش تروحوا تقولوا اعطونا الجماجم نتاع جدودنا وبواتنا اللي قتلتوهم، ما تقدروش. علاش تقدروا؟ على سب المغرب والتطاول على شخص ملك المغرب اللي جده كان دوره حاسم في استقلال الجزائر، كان حاسم في استقلال الجزائر. يعني بكل صراحة أنا وكان كنت في بلاصته ما كنتش ندير هذاك الشيء بكل صراحة، لأن اللي وصلنا له ثمن حسن النية، ثمن الطيبوبة نتاع المغاربة، طيبوبة نتاع المغاربة. هاد العبيد نتاع العسكر نتاع النظام العميل للاستعمار راهم تايهين كما النظام نتاعهم، تيهين. واحد جاي بان في واحد الفيديو ومن بعد حرق ومن بعد تحياش عمي شقريحة، وعلاش جيت لفرنسا؟ علاش جيت لفرنسا؟ تحيا لعمي شقريحة ولي تقعد في بلادك، ها؟ علاش حركت منين تقول تحيا شقريحة في باريس؟ اي واحد من اي بلد في العالم يقول هادو حمقى، هادو مرضى، انتوما سبيطار نتاع مهابيل تو سامبلومون، انتوما سبيطار نتاع مهابيل. وسي نورمال فرنسا عاجبها الحال، لقي نظام مريض قزم ما يحضرش بشرعيه شعبيه تدعمه، لانها يعني هي ما تقدرش
هي في مدارها ما تقدرش تحافظ على مصالحها بوجود نظام حكم ديمقراطي، بوجود نظام حكم وطني. نظام العسكر بهدل روحها البارح، بهدل روحها البارح. خوتنا العزاز، في الفيديو ديال اليوم هذا كنتمنى باش يكون عجبكم. شكرا لكم بزاف، وسمحوا لنا كنا طولنا عليكم، ومبروك عواشركم، الله يدخل علينا وعليكم سيدنا رمضان بالصحه والسلامه ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي مازال ما شاركوش معنا، مرحبا بكم اصدقائي العزاز، شاركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في القناه المتواضعه. غادي نخليكم خوتي العزاز حتى الحلقه اخرى ان شاء الله، ديما مغرب والصحراء مغربيه. السلام عليكم.